كاينة الأرباح ديالها تضاعفت ثلاث مرات. دار شغالو واليوم اللي كيأدي الثمن ديال هاد الجوانب السلبية والمواطن. لأن الناس كتثق في الثمن، دابا المشكلة ما كاينش الثقة في الثمن، علاش؟ لأن واحد الوقت هما اعترفوا. ماشي سمع تقول لنا شتري بشحال ربحتي؟ وما يمكنش أنت الأول يعني فوربيس أنت اللي كتطلع أنت الأول ما يمكنش. ما فهمش. الإصلاح راه جاوب عليها السيد وزير المنتدب ديال الميزانية القجع. قال بأنه خصنا 74 مليار ديال الدرهم. إوا ضربوها أنتوما حسبوا من 2015 للآن. ضربوا شوفوا 74 مليار ديال الدرهم اللي خاص. إذن حنايا هادي يعني كانت المالية العمومية مخنوقة، وكانت ملي كنقول المالية العمومية كنقول بكل المؤشرات ديالها، راه نسبة العجز كانت 7.6، وكان واش نسيت واحد القضية، راه كانت البلاد كتسلف وكتخلص بها الموظفين في التسيير. فاللي يجي يناقش معايا اليوم هذا الشيء خصو يناقش معايا الامور التاليه. هذاك الاصلاح كان ضروري ولازم في هذاك الوقت تحمل فيه السعبيله بن كيران والحكومه ديالو والحزب اللي كيرأسو الاغلبيه اللي كانت معاه تحملت المسؤوليه في هذيك اللحظه، وكانت ولا زال ناجحا لحد الساعه. ذلك هذاك الاصلاح باقي لحد الساعه. وتصوروا كون كان الدعم منين غنجيبوا هاد الفلوس، يلا 74 مليار ما غنجيبوها دابا الان. راه هو تكلم على ثقب في الميزانيه وتقول واحد الوزيره قالت لك ما يمكنناش نتراجعوا على هذا الشيء. راه ما يمكنش تراجع على هذا الشيء، ما يمكنش شعار تمشي في اطار التسويق السياسي في الانتخابات تقول بانني غادي نراجع المقاصه ونراجع التقاعد ونراجع التعاقد وصافي والناس تصوت عليك وتجي وزيد. راه لذلك اي اصلاح عنده سلبيات وعنده ايجابيات. الايجابيه ديالو الكبيره انا تكلمت عليها. الجوانب السلبيه مع التحرير ما كانش ضوابط، لان علاش ما كانش؟ حيت التحرير فوقاش كان في غشت، كان في غشت عفوا ماشي في غشت، كان في نوفمبر فوقاش تسدات الاسامي في غشت من نفس السنه 2014. مجلس المنافسه كان باقي ما خرجش. الحكومه شنو قالت؟ شنو قالت التقارير اللي عنده شنو قال؟ قال ودي انا غادي نحرر. اذا انا تفكينا من هاد الاموال الطائله، هاد الملايير ديال الدراهم هي غنمشي نعتق بها. الباقي قال كاين عندنا مجلس المنافسه، هادشي اللي تقدم له كاين مجلس المنافسه غيقوم بالدور ديالو. مجلس المنافسه ما خرجش، كان قائما ولكن خصو يغير القانون ويتلائم مع الدستور الى غير ذلك. فلذلك كان هذا الجانب حاضر عند الحكومه، كانت عندها مجلس منافسه وقالت وبنت على انه غتكون منافسه بين الشركات. ملي غنحروا راه شركه دوليه، راه ماشي شركه وطنيه، غيكون بيناتها التنافس كما كاينه في العالم. للاسف شي هادشي ما وقعش. ولذلك حنا ملي حسينا بهذا الشيء مشينا درنا المهمه الاستطلاعيه. دازت 2015، دازت 2016، درنا المهمه الاستطلاعيه. ملي درنا المهمة الاستطلاعية طلعنا على جوانب كثيرة وهاد التقرير، ولكن حتى المجلس الأعلى للحسابات دار هاد التقرير، راه عنده. والمقاصة المديرية المقاصة ووزارة الشؤون العامة والحكمة دارت نفس الأمر. فإذا اللي كان حنا شكون اللي عطانا المعطيات؟ كتقول دابا الحكومة واش ما كانش عارف؟ عارفة السلبيات. هذاك الدكتور الدولي الله يطول في عمره، شنو الشؤون العامة والحكمة شنو كان كيدير؟ لا هو ولا السي بوليف ولا السي الوافا شنو كانوا كيقولوا لنا؟ كيقولوا لنا ودي ها الاشكالات. راه هذا الشيء شكون اللي عطانا حنا المعطيات؟ راه هما اللي عطاهم، قالنا راه درهم زايد على داك الشيء اللي حنا متفقين عليه. هاد تركيبه الاثمان ديال 97 ها كيفاش كتعطي؟ ها ملي كنجيبو ها روتردام ها شحال كنخسروا ها الى غير ذلك، وها بشحال خصهم يبيعوا، ها بشحال كيبيعوا درهم زايد. حنا ما درنا والو. حنا شوف درنا الحساب وكل شيء في التقرير، قلنا ودي زايد درهم كنستهلكوا 6.5 مليون طن، هي 6.5 مليون درهم ضربها في 1000 كل طن بالليتر ماشي بلا دونسيتي كيعطيك هذا، كيعطيك 7 مليار. 7 زائد 7 14 زائد هذاك 3 شهور ديال الاخر هي 17. لا واضحه وما مشيناش. عندنا تقرير اخر اللي ما اتفقوش عليه الاخوان ما خرجناه، هو ارباح الشركات كاينه اللي في البورصه كيقول لك ها هي، ما خلاوناش نتلاقاو مع الشركات. صحيح
ولكن راه الشركات اللي هي كوتي اون بورس راه باينه الارباح ديالها تضاعفت 3 مرات. ما يمكنش من 300 مليون دات 900 مليون ديال 900 مليون ديال الدراهم في الاربعه هذه راه ترجعوا لها تلقاوها. فلذلك حنا ماشي كنقولوا ما كنقولوا الاصلاح كان ضروري والدار وفي وقته وربح منه المغرب، والجوانب السلبيه كاينه ومنها انه ما كانش تنافسيه ومجلس المنافسه ما كانش هذيك الساعه، وحتى منين جا ما دار شغاله، واليوم اللي كيأدي الثمن ديال هذه الجوانب السلبيه والمواطن حنا كنقولوا وبكل مسؤوليه. ما بغيت تعتبر انا قداتي ديالي، انا اعتبرها سيدي، انا كنعتبر بانه كان خصها دار واحد العدد تكلنا على مجلس المنافسه ما كانش، تكلنا على المنافسه ما كانش، ولكن ملي درنا وهنا كنذكروا لي السيد الدولي انه علاش ما السيد الدولي ها تسقيف الارباح. هي انا نقول لك دابا تسقيف الارباح السيد الدولي مشى القانون القانون ديال المنافسه مشى على مشى كيقول لان تما كاين واحد الاجراء ديال 6 اشهر نظرا للوضعيه الاقتصاديه الى غير ذلك، مشى لمجلس المنافسه كيتشاور معاه مجلس المنافسه قال له لا، قال له هذا ما خدامش جاوب، ومنين جاوبوا اكثر من ذلك؟ دابا جاوبوا في بضعه اسابيع، وفي المحروقات في المحروقات في التسقيف بقى شهور بل اعوام. دابا حنا باقي ما خرجش التقرير، هذا المجلس دار احاله ذاتيه ديالو قال بانه غادي يدير على المحروقات يعني وعلى مواد اخرى 3 ديال المواد دار الاحاله على الحاله الذاتيه وانه غيدرس الموضوع. نتمناو انه يتفضل ويخرجنا يخرجنا شي حاجه، فما كاينش شي اصلاح بدون سلبيات. وطبعا كل الدول نقول لك كل الدول التجارب اللي كانت ديال هذه العمليه ديال لا في البرازيل ولا في الهند ولا في غيرها كلها كانت كيكون هذه الجوانب، راه الجانب السلبي الكبير اللي ما وقعش شنو هو؟ هو الناس ما نطقش، الناس حست بانه اصلاح، ولذلك رد فعل ديالها ما كانش هذيك الساعه، قالت هذا اصلاح مهم وصبرات والدليل هو انه جا من بعد ذلك جا في التصويت ديال 2015 بان الناس يعني استوعبوه ومشاو معاه وما عندوش. دابا الان بغيت تعتبروا ان في اطار التحرير كانت سلبيات كانت اخطاء وكان قداتي، انا كنقول لك هي راه كانت جوانب، ولكن شنو كان خصهم ممكن دير الحكومه؟ احنا نرجعوا لا السي الوفا ولا السي الداودي ولا السي بوريف شنو كان ممكن يدير؟ شنو كان ممكن يدير؟ كان انه انا نقول لك حاجه وحده باقي كنطالبوا بها لحد الساعه، ينساو علينا شي حاجه سميتها تركيبه الاسماء لا 97 ولاد 2009. لحد الساعه المشكل الكبير بغيت نقول لك هو ما كاينش الثقه في الثمن المعلن. ياك سيدي دابا حنا احرار، علاش كتعتمد لي انت التركيبه؟ يلا شكون معاه شي التزام؟ عندك شي التزام مع شي جهه؟ مع الدوله ولا مع شي حاجه؟ شي التزام بانك غتبقى دير هذيك التركيبه اللي فيها السيالات وفيها لا تومبيراتور وفيها الدعم اللي خصو 20 درهم وداك الشيء كله ما بقاش. فدابا قول لي الشريف ها بشحال كتشريه؟ ها بشحال كتنقلو؟ ها التامين؟ ها التخزين؟ ها التوزيع؟ ها البيع بالتقسيط؟ وقول لي هادشي اللي قلنا حنايا، وحنا مشينا كنقلبوا وجبرنا بانه كاينه تجربه اوروبيه في هذا الموضوع، لان الناس كتثق في الثمن. دابا المشكله ما كاينش الثقه في الثمن، علاش؟ لان واحد الوقت هما اعترفوا، راه كلهم كيقول لك ماشي هذيك 17 مليار ديال البوان، قلنا الشريف شحال؟ ماشي 17، قلنا الشريف شحال ربحتي؟ وما يمكنش انت الاول يعني فوربيس انت اللي كتطلع انت الاول، ما يمكنش. وفي هذه الظروف ما يمكنش، ولا بدينا اخلاقيا علاش هذاك ديال شركه مماثله كبيره في فرنسا انهم بعد هذه الازمه هو كمدير ديال الشركه تاخذ اجراء قال اخلاقيا انا اللي خصني نساهم، ومشى نقص هو من الثمن ب 70 سنتي ديال سنتيمات من الاورو، وقالوا له غتسحب الاستثمار ديالو من روسيا، قال لهم ما غنسحبهاش ما غنسحبهاش لان الا سحبت اللي غتستفد منها هي روسيا، وقال ما غنسحبهاش ولكن غندعم بلادي، وجا دعم. فلذلك حنا ما كنطلبوا حتى حاجه دابا لا هذه لا هذه، لا ديال الفاعل الاساسي ولا ديال الشركات بصفه عامه ولا ديال الحكومه، ما يمكنش. كيخصها هادشي دابا كنشرحوا كنقولوا دي الغلاء في العالم، كاين هادشي كله ديال العالم، مزيان واش حنا قلنا لكم لا ما كاينش؟ اسيدي كاين،
شحال النسبة ديالو، ولكن أقول لنا شنو الإجراءات؟ واش الإجراء الوحيد دابا كتجي كتقول لي حنا كندعموا المواد الأساسية؟ هادشي كان، سمحوا لي، هادشي كان منذ عبد الرحمن اليوسفي وقبل عبد الرحمن اليوسفي، كان دعم السكر والدعم ديال 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 الدقيق والدعم غاز البوطان والدعم دائما، وفاش كيرتفع في العالم كنديروا في الميزانية كنديروا المقاصة وكنديروا الثمن ديالها. دابا 17 سنوات قلنا غنزيدوا 32 مليار، ولكن راه دائما كاين كتقول لي كتحسب القيمة، دزنا من 50 ل 100 درهم، دزنا من كذا لكذا، ولكن دائما كاين كآلية. حنا كنتكلموا على الآليات، على ابتكار الحلول، هذا هما اللي ما كاينينش. عطيونا واش الابتكار هذا شتي دعم ديال المهنيين راه كان في عهد السعد بلا بالكيران، ومنو خرجت منحة ديال التكسير؟ ماشي شي حاجة جديدة، قولوا لنا ديروا لنا مبادرات. وحنا كنقولوا يا إما الدعم المباشر لجميع المواطنين، لأن ذاك القفة ديالو تزاد 30%، يكون موظف ماشي موظف كيركب في الطاكسي كيركب في الكار كيجيب الطوموبيل ديالو، زاد عليه تزادت عليه. هادشي يمشي إما دعم مباشر وإما سيروا لابونك عاونوا. مجلس المنافسة عنده رأي في هذا الموضوع شغال هذاك، ولكن أنا كنقول الحكومة شنو دارت؟ خاصها تعطينا حلول لهادشي، ما تخليش الأمور غادا للحيط. ضرورة المساهمة في الحماية الاجتماعية، شوف هذا الإصلاح هذاك 51 مليار فيها 28 اللي غادي تجي من المساهمة و 23 مليار اللي غادي تجي من إصلاح صندوق المقاص. إصلاح صندوق المقاص حنا كنقولوا واش يدار دابا ولا ما يدارش، أنا نقول لكم وزير المنتدب أنا كنثق فيه بزاف قال بأنه حنا مع الإصلاح، ولكن راه سميتو عليه خص الظروف تكون مواتية. ناطق رسمي باسم الحكومة قال أنه إحنا ما غنديروش إصلاح دابا. إحنا اللي كيهمنا هو كيفاش هاد المواطن يستافد، كيفاش المواطن يستافد ويحس بأن قلب ديال الحكومة، الروح ديال الحكومة، الدماغ ديال الحكومة، الشعور ديال الحكومة مع المواطن، مع داك المسكين، مع ديك المرأة اللي في العالم القروي اللي مسكينة تزاد عليها دابا ملي كتمشي للحانوت تزاد عليها داك الشيء. هذا هو اللي بغينا إحنا، اللي بغينا أنه يكون. فإذا الإصلاح غادي يكون الإحسان العمومي، الرغبة في الإجماع، أنا تكلمت على هذا الموضوع، استهدام القيم الأصلية تكلمت عليه، سي المحجوب السعر الحقيقي للمحروقات. شوف وأنا عندي إن أبليكاسيون كندخلها كتعطيني شحال خصو يتباع، كيما غنقولكش اللي غنقول لك هو أنه لا زال هناك هامش للربح غير أخلاقي وغير معقول. كان شحال هادي الشيء واخا حنا قلنا درهم، هذيك الساعه كان اكثر من درهم، ودابا ما وصلش لدرهم باش نكون عاوتاني منصف. دابا ما وصلش لدرهم، كاين ربح اضافي. وشوف غنفتح لكم مع واحد القوس في التركيبه ديال هاد المحروقات، عندنا الاستيراد، عندنا التخزين، وعندنا التوزيع بالجمله، يعني نفس الشركات كدير التوزيع، عندنا التبيع بالتقسيط. هذه دابا تخلقت واحد الفئه غير مع الاصلاح. دابا هو كيتسماو ماشي غروسيست، كياخذوه من الشركه وكيجي عندك يقول لك نبيع لك انا بدرهم ناقص على الشركه ديالك، انت داير واحد لونطين. كيجي عندك واحد كيتسمى موزع بالغرو وعنده سيتيرنا كيقول لك بغيتي 30 طن، انا نبيع لك، قالوا لك الشركه بانه غيبيع لك بهذا الثمن، انا نبيع لك باقل. وهذا اللي كيبين بان هامش الربح لا زال قائم دابا، ماشي درهم ولكن لا زال قائم. وعلاش هادو كيبيعوا؟ علاش انت ياك شركه ياك عندك الفيليال ديالك، علاش انت شركه كدير واحد خلقتي واحد الجهاز جديد ومنو كيتوزع، كيدير توزيع اخر من غير لاشين، انت عندك واحد لونسين ديالك راه خدام مع، علاش خلقتوا واحد الجهاز ثالث ما بين هاد الكبار وهما ديالهم؟ راه بالمناسبه راه ديالهم، ماشي ديال شي جهه، ماشي شي طرف ثالث دخل، راه ديالهم. غير هما كيقول له بغيت انا لافيليال ديالي ها هي شحال كتجيك، ولكن انا نبيع لك بهذا الثمن اقل على هذاك الشيء اللي غيجيك من الشركه الام. انا الان كاين، الان يخرجوا ينفيوا ويقولوا لي راه ما كاينش. المستفيد الاول اللي انا تكلمت عليه الزيادات الضروريه اشوف انا نقول لك السي محجوب، انا بالفعل كنخاف،
انا بالفعل كنخاف على البلد، والله العظيم ما كنخاف، ويدي على قلبي. يعني هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والعطش الماء وقبل العيد الكبير، فهمتي، الناس راها في واحد الوضعيه مزريه. حنا كنقولوا لهذا الشيء للحكومه، ولكن حنا قلبنا مع هذا. خصنا الاصلاحات، خصنا المبادرات، خصنا شي حاجه باش هادشي نطفيوه، لان في نهايه المطاف راه لصالح بلادنا. وانا كنقول هذاك الشيء اللي قلتيه صحيح، انا معاك يا سلال، انا معاك. انا اخشى ان تكون هذا الصمت هو العاصفه الذي تسبق، هذا الصمت الذي يسبق العاصفه واللي كيمكن يهدد الاستقرار ديال بلادنا. وانا قلت لك، وانا كنقولها وبكل وضوح، الحكومه باقا ما دايرهاش شي حاجه، راه كاينه غير وزاره الداخليه اللي في الميدان، وراه ما غنشدوش، راه ما غنحلوش المشكل برفض يعني التظاهرات، ولا رفض الاحتجاجات، ولا رفض الوقفات، ولا ماشي بهذاك الشيء. هذاك الشيء مسكين، كاين الناس كيتجاوبوا مع السلطات المحليه، ولكن راه هذا الشيء ملي كيوصل العظم ما كيبقى يعرف فيها حتى شي واحد حاجه. وحنا منين وقع داك الشيء في قنيطره في هذاك السوق، كنا داير يدنا على قلبنا، ولا زلنا داير يدنا على قلبنا. الله يحفظ البلاد ديالنا من اي مكروه، ولكن كيخص الحكومه تحمل مسؤوليتها. استاذه وفاء، انا تكلمت على الاحسان العمومي، على جمع التبرعات من العموم، هو فيه خنق. خليني نقول لك فيه خنق، فيه خنق لل اكثر من الضبط. الخطاب ديال جلاله الملك تكلم على ضبط، اش ضبط توزيع، وخليونا في التوزيع، الترخيص هنا والترخيص هنا وهذيك الشروط الى غير ذلك. انا كنقول لكم لازم الثقه ديالنا يعني في الحكومه وفي وزير الداخليه انه يتفاعل وينتفع على اجابه مع المقترحات ديالنا. هذيك الساعه ان شاء الله الارقام، عدم تسقيف الارباح انا تكلمت عليها، اصلاح المقاصه وغاز البوطان، وانه شوف السي احمد، هادشي اللي داروا السعد اله واللي باقي كيقولوا، وانا قلت البارح الاصلاح ولا بد ديال المقص، وكتقول لي اننا درنا الاصلاح ديال غاز البوطان غنديروا الفتنه في البلاد. انا قلت لك قبل ما ندير الاصلاح، قلت لك فين غيمشي؟ ماشي انا اللي كنقول لك الاستهداف بصفه عامه، لا السكر، لا ديال الطحين، لا غاز البوطان، ولا قبل ديال المحروقات، ما كيستافدوش منه الناس. هو انه شوف، لا لا لا، دابا الان مربوط بالحمايه الاجتماعيه. نعم، انا قلت لك دابا ياك على المحروقات قلت لك 30%، غنجي نقولوا السكر شحال غيتزاد، شتي السكر كاين فيه دابا اجراءات. لا 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 لا، اسي الشرقي، اسي الشرقي، خليني نكون معاك، غير شوف نكون معاك، شوف كاين اجراءات اللي كيمكن لها دار وغير مكلفه. دابا المغاربه شنو كيشربوا؟ اتاي كيدار، واش كيدار بسنيده؟ شكون اللي كيدير سنيده بسن؟ المعامل بسن. انا كنقولوا ماشي تحيدوا لهم، ماشي ديروا، كنقولوا الاصلاح تاف هذا يمكن يمشي بالتدرج، ولكن ماذا ما يتربط بالحمايه الاجتماعيه خص يكون الوضوح. غنعطيو التعويضات العائليه، غادي نعطيو فيها 1000 درهم ولا 1030 درهم، كنقولوا له ها هي ديالاش، راه درنا اصلاح المقاصه وحيدنا 17 مليار ديال الدرهم، هي اللي ضفنا لك هنا وهي اللي غادي تستافد منها. غات البوطه كنتي كتشريها ب 100 درهم، كنت كتشريها ب 40 درهم، وانا كنعاونك ب 100 درهم، ها هي 100 درهم ديالك، ها هي شهريه. السكر ها هو الدعم ديالو، وكنزيدك عليه. فاذا لا كانت غادي لنا 1000 درهم نديرو 1500 درهم، ولكن المواطن كيشدها. هذاك السجل الاجتماعي خصو يخرج في اقرب الاجال، ودرنا مبادره مهمه وناجحه. شنو هي؟ كوفيد.